السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حديثنا في هذه الحلقه اليوم ان شاء الله تعالى يتعلق بالدعوه والاصلاح الدعوة والإصلاح هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه صفة من صفات المؤمنين، بل هي صفة ملازمة لكل مؤمن، قال الله سبحانه وتعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"، وقال الله سبحانه وتعالى: "ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" ويقول الله سبحانه وتعالى: "وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون"، اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والارشاد والاصلاح والتغيير كلها بمعنى واحد. هذه ملازمه للمؤمن وهي صفه من صفات المؤمنين وعلامه وميزه يختص بها اهل الايمان واهل الاسلام عن غيرهم. وهي من من الامور المطلوبه التي يحمي بها الله يحمي بها الله سبحانه وتعالى المجتمع، يحمي بها المجتمع من الهلاك، من الهلاك العام والخاص، ويحفظ بها الامم والمجتمعات، وتحصل بها البركه والخير، ويحمى بها الدين، ويبقى هذا الدين قائما بهذا بهذا العمل العظيم. الذي هو الدعوة والاصلاح والارشاد والانذار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. اذا هذه الآيات ولدينا سوره من قصار السور وهي سوره عظيمه يقول الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اذا ايضا يدخل في الامر بالمعروف وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي وفي الانذار وفي ما ينبغي للمؤمنين ان يتواصلوا به هو التواصي بالحق وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك اي بنو اسرائيل ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما هو هذا العصيان وما هو هذا الاعتداء الذي قاموا به كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الى قول الله تعالى فاسقون ثم قال: كلا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكمل الآيات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف، أي أيها المسلمون، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون ولتنهون عن المنكر ولتأخذن ولتأخذن على يد الظالم أنه على الحق أطرى. ولتطرونه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق قصرا روى هذا الحديث الامام احمد وابو داود والترمذي وهو حديث صحيح وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشيكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، والحديث رواه الامام الترمذي وهو حسن كما قال الشيخ الالباني رحمه الله، فهذه الايات وهذه الاحاديث وغيرها كثير جدا جدا في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على عظم هذه الفريضه وعلى اهميتها وانها من شعائر الاسلام وانها من خصائص اهل الاسلام. الا وهي الدعوه الى الله، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الارشاد، النصيحه، التبليغ، الوعظ والتغيير ونحو ذلك. لكن هذه الفريضه لها احكام لانها تعتبر من الاعمال المطلوبه من المؤمن وهي كما بينا امر مطلوب، اذا لها احكام شرعيه ولها شروط واداب ينبغي لمن يقوم بها أن يلتزم بتلك الآداب وبتلك الشروط حتى تؤتي هذه الشعيرة العظيمة ثمارها وتحقق مقصودها وهي الإصلاح وهذه وفي هذه الدقائق المعدودات أريد أن أذكر نفسي وإياكم ببعض هذه الشروط ببعض هذه الآداب حتى من قام بهذا الامر سواء بينه وبين اخيه سواء المراه مع جارتها والرجل والزوج مع زوجته او مع اولاده او الاولاد مع والدهم او الوالد مع ابنائه او اهل الاصلاح في مجتمعهم سواء في حيهم او في مدينتهم او بالنسبه للمجتمع كله بالنسبه للدوله او الامه او الجماعه ونحو ذلك كل هذه ممكن ان يستفيد منها من يقوم بامر الاصلاح والدعوه والارشاد حتى يحصل هذا الاصلاح ويحمى المجتمع من الهلاك ومن الفساد لان المجتمع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالسفينه السفينة التي تعبر عباب البحر والبحر هو الحياة الدنيا والسفينة هي هذا المجتمع المسلم فإن هذه السفينة تعبر عباب البحر فإذا جاء بعض الناس وقاموا بخرق هذه السفينة في الجهة التي هم فيها فلا ينبغي السكوت عليهم بل ينبغي تنبيههم وبيان أن هذا الخرق لو تركوهم يفعلون ما يشاءون لغرقت السفينة بمن فيها فلا يصح أن يقول أحد دعك منه لا دخل لك فيه او لا دخل لك في اولئك او لماذا تحشر انفك ولماذا تحشر نفسك في امر لا يخصك لا الامر بالمعروف سمه من سمات المؤمنين وبالتالي اذا خرقوا خرقا في السفينه فان السفينه ستغرق بالجميع لهذا يجب ان نتنبه كيف ندعو الى الله كيف نصلح كيف نوعظ كيف نرشد حتى تاتي الامور بمقصودها ويحصل المقصود بهذه الشعيره العظيمه اولا في كل عمل من الاعمال لا بد ان يتحقق شرطان ليكون هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وليؤتي ثماره باذن الله تعالى الا وهما الاخلاص والمتابعه فالاخلاص ان يكون قصدك وقصد المصلح هو الاصلاح فحسب اي ان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى من عمله هذا ويكون عمله هذا لله سبحانه وتعالى، يبتغي به مرضاه الله سبحانه وتعالى، لا لا يبغي به الانتقام او حظوظ الدنيا او المنصب او الجاه او المال او نحو ذلك، لا، يريد به رضوان الله سبحانه وتعالى، ان يلتزم امر الله سبحانه وتعالى بالقيام بهذه الشعيره العظيمه وهي الاصلاح والدعوه والارشاد والتناصح بين المؤمنين. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء فهذا العمل لانه عباده لله سبحانه وتعالى فينبغي بل يشترط في صحه العباده ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اي ان الله يقبل عملك بحسب نيتك، فإذا كانت نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى تبتغي مرضاه الله سبحانه وتعالى، فإذا لك ذلك، وإذا ابتغيت الدنيا فلك أمر الدنيا فقط. فإذا الدعوة والإصلاح عبادة، وكل عبادة لا بد لها من الإخلاص، كذلك لا بد لها من المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في مضمون دعوتك فانت تدعو الى الخير تدعو الى ما علم النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه وامته فانك لا تخرج عن هذا الامر فتامر بالمعروف والمعروف هو ما علمه ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجب عليك ان تتعلم ما تدعو اليه فتعرف فتعرف هذا الامر الذي تدعو اليه ما هو؟ هل هو منكر؟ هل هو مفسده؟ هل هو خطا؟ ام هل هو هل هذا الامر مجمع على انه منكر؟ مجمع على انه مفسده، مجمع على انه خطا؟ او هو امر اجتهادي فيه الخطا وفي امر اجتهادي بمعنى اختلف فيه العلماء واختلفت وجهات نظرهم فيه وبالتالي لا يجوز للانسان ان يقدم على انكار منكر في امر اجتهادي بين العلماء، وهذا الاجتهاد فيه ادله قويه، ام يعني حتى لو كان فيه راجح ومرجوح فهنا يصبح الامر اخف ولا يكون منكرا ومفسده وخطا عظيما، خاصه خاصه في تنزيل الاحكام على الواقع، لانه احيانا يكون الحكم المطلق يكون متفقا عليه بين الناس. ولكن مثلا لو نقول الربا مثلا امر محرم بالكتاب والسنه والاجماع، هذا امر متفق عليه، لكن لو جئنا الى مساله معينه في عمل يقوم به البنوك او معامله معينه واختلف فيها العلماء هل تلحق بالربا او لا تلحق به؟ فاذا هنا الامر متفق على ان الربا محرم وانه من كبائر الذنوب ولكن هذه المعامله بنفسها بعينها هل هي محرمه ام لا اذا اختلفت وجهه نظر المجتهدين فلا يجوز لك ان تنكره على انه خطا جسيما ومفسده عظيمه ومنكرا ليس بعده منكر وهكذا، لا ضع الامر في نصابه، فاعلم انه امر مختلف فيه وعليك ان تنصح الشخص اذا اردت ذلك وتبين له ان هناك من العلماء من قال بذلك وانه مساله مرجوحه فحسب، وليس معنى ذلك انه يعني فقط منكر قد اجمع العلماء على انه منكر ومفسده بمعنى أن الأحكام هذه تقدر بقدرها ومسائل الخلاف أيضا تقدر بقدرها في مسألة الإنكار. أيضا على المؤمن والمسلم والمصلح أن لا يتتبع أخطاء الناس ويبحث عن أخطائهم فيتجسس عليهم ويبحث عن عيوبهم وينقب عليها ويسأل هذا ويسأل ذاك وإنما للإنسان الظاهر من الناس. وعليه ايضا ان يحمل كلامهم وكتاباتهم ومواقفهم يحملها يحملها على احسن المحامل وان يحسن الظن بهم فان لم يجد بدا ولا سبيلا من ذلك اي لم يجد بدا من ان يحمل كلامهم على احسن المحامل او مواقفهم او كتاباتهم فهنا يبدا في امر النصح والارشاد والدعوه بالتي هي احسن ولهذا نقول بأن العلم أمر مهم جدا جدا في معرفة مثل هذه الحكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم في الأمور التي يريد الإنسان أن يصلح فيها، العلم فيها مهم جدا وفيه تفاصيل كبير عند العلماء، ولكن ما يمكن إجماله هنا وقوله بأن الدعوة الفردية والدعوة الخاصة بين مثلا الزوج وزوجته أو الأب مع أولاده، أو مثلا الإمام في المسجد ونحو ذلك أي التي تخص فئة معينة أو مجموعة معينة حيا معينا في مسجد معين تختلف العلم في هذه المسألة عن مسألة الدعوة التي تهم عموم المسلمين وتهم أمر الدولة وأمر العامة الناس فتلك أي العامة تتطلب أمورا مهمة تتطلب عملا جماعيا يجتمع المخلصون ويقومون بمدارسة أمور الأمة وينظرون ما هي الأمور التي تقدم وما هي الأمور التي تؤخر وما هو الأمر الذي يجب البدء به وكيف ننظر ونكيف الأمور ليس مثل أن تدعو شخصا لك قريبا منك أو جار لك أو نحو ذلك فالأمر مختلف ولهذا أقول إن هذه الأعمال العظيمة التي يراد بها إصلاح المجتمعات وإصلاح الأمم وإصلاح الشعوب لا بد لها من جمعيات ولا ب... أو أحزاب أو رو... أو رابطات أو هيئة أو مراكز دراسات تقوم على النظر في هذه الأمور التي يحتاج فيها إلى الإصلاح سواء في جانب المعتقد إذا كان هناك أخطاء في الاعتقاد في ذلك المجتمع. أو مثلا في مجال الأخلاق، أو في مجال أمور اجتماعية، أو في أمور في تربية الأبناء ونحو ذلك، كل هذه الأمور لابد أن تقوم هيئات كبيرة إذا أردنا أن نصلح ونصحح أمور المجتمع، ولا يكفي فيها أن يقوم بها فرد، لأن الفرد مهما يكن علمه قاصر ويحتاج الى من يعينه وهو اذا نظر الى الامر نظر اليه من زاويه وقد تغيب عنه زوايا كثيره اخرى اذن لا بد ان نعطي لكل امر ما يحتاج اليه من الاهميه ولا نخلط الامور وعلى الداعيه ايضا ان يعامل الناس سواء كانوا من القريبين او من البعيدين بما يحب ان يعامله الناس به ويتذكر دائما ان الجزاء من جنس العمل وهو في دعوته هذه يستعين بدعاء الله سبحانه وتعالى وبالصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه ويستعين ايضا بالطاعات وتجنب المعاصي فان هذه الامور تجلب الخير للداعي الى الله والى المصلح ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه وسيره الانبياء وسيره النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بمثل هذه المواقف التي وقف فيها هؤلاء الدعاة المخلصون وقفوا فيها يدعون الله سبحانه وتعالى ان يوفق بينهم وبين اقوامهم وكذلك يصلون ويدعون فهذه كلها امور تعين الداعية الى الله سبحانه وتعالى في طريقه. فيدعو بالهدايه ويدعو الى الى الصواب ان يوفقه الله سبحانه وتعالى في دعوته الى الصواب ويدعو ايضا للعصاه بالهدايه وانا اذكر ان احد احد الاخوه كان هناك في 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 اسرته شخص عاص وقد ياس الجميع منه فقام ذلك الرجل واراد ان يدعوه لكن قال قبل ان ادعوه بدأ في أيام كثيرة يقوم الليل ويدعو لهذا الرجل بالهداية وكان ذلك الرجل بعيدا تماما عن الهداية وما هي إلا أيام قليلة فقط وما هي الا ايام قليله فقط حتى عاد ذلك الرجل الى الله سبحانه وتعالى وجاء يطرق الباب على هذا الاخ ويجلس معه ويجالسه ويحضر حلقات العلم التي كان يقوم بها واصبح من خيره الناس وحسنت استقامته واصبح مستقيما والان هو على خير حال، وهكذا كان يفعل الانبياء وكذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يدعو لنفسه كما قلت بالتزام طريق الحق والثبات عليه، كما يدعو ايضا على الظالمين بالرجوع وان لم يعلم الله رجوعهم ان يدعو عليهم كذلك حتى لا يبقوا يفتنوا اهل الايمان واهل الخير بما يقومون به من شر وفساد. إذا والله سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويتوسل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة وبالأعمال وبالطاعات التي قام بها في أن يفتح الله عز وجل بينه وبين الناس. وعلى ال.. على الداعيه ان يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيصلح الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الناس عليه ايضا ان يستقيم على المبادئ التي يدعو اليها فيكون قدوه في هذه المبادئ وهذه من اعظم اساليب الدعوه تاثيرا في المدعوين وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راه الناس إذا رأوا تصرفاته ورأوا سلوكه ورأوا أخلاقه وجدوه ملتزما بما يقول، وجدوه مطبقا لما يقول فيعلمون انه على حق وهكذا يجب على الداعي الى الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر بعمله وبتصرفاته ممكن أكثر مما يؤثر بأقواله ولهذا يقول هود عليه السلام كما ورد في القرآن الكريم وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نأخذ بعض الاتصالات إن شاء الله تعالى، ثم آه نرجع إن شاء الله إلى تتمة الموضوع. الأخ عبد السلام من بلجيكا، تفضل أخي عبد السلام. من إسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ آه عثمان، نسلم عليك تسليمة حرة. نعم، جزاك الله خيرا. شكرا لك، وأنا أيضا أبادلك التحية والسلام. أه، أصحابي معي أصدقاء تاعي راهم يسلموا عليك كثير بزاف أصحابي. جزاك الله خير. الجماعة إن شاء الله تحبك في الله ونحبوك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، أه جزاك آخر. الله نعم تفضل. سؤال يطرح دائما. تفضل. يعني ماذا العالم المسلم الشعبي يعني الإقطارية يعرف هذا السؤال. علاش؟ لأن هذا السؤال عقيدة يعني ماشي مسألة معصية، خاطر المعصية باينة و قال الحلال وبين والحرام وبين وشنو العقيده شويه يعني الناس اكثريه يعني ما نعرفوش العقيده بزاف كاين واحد السؤال نطرحوه ان شاء الله يكون ان شاء الله الجواب تاعو واضح صافي ان شاء الله دوك هل العلماني انسان علم علماني هل يتكفر ام لا؟ يعني احنا نحبو الحقيقه خاطر كاين اللي تبوزي كيستيون السؤال هذا كاين اللي ما يقدرش يقول لك زعما يعني يخبي الحقيقه نعم وحنا حبينا الحقيقه باذن الله وحنا نسقسو غير يعني رجال أحرار لي... ليتكلموا الحقيقه وحنا نديروا فيكم الثقه ان شاء الله كما شويه مثلكم لكم هذا السؤال يطرح على حاكم يحكم في شعب مسلم هو علماني يحكم بالعلمانيه هل يتكفر ام لا ولا النوع تاع الكفر دياله؟ طيب بارك طيب. الله فيك الجواب والجواب أبس وحبكم أبس الله يا خلال. بارك الله فيك اشكرك على هذا السؤال. وان شاء الله سوف احاول ان اجيبك ان شاء الله نسال الله التوفيق الاخ عمار لدينا اتصال من ام البواقي الاخ عمار من ام البواقي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وش الشيخ لباس بخير والحمد لله مرحبا بك اهلا وسهلا الشيخ اخويا رحنا نطرح عليك سؤال تفضل مرحبا ذكرك آه الجماعه هذه اللي هنا في الجزائر الحقوق تاعنا نعم سؤال ثاني الثاني يا شيخة نعم ما حكم الشرع؟ نعم وكيل جمهورية عين القرى قلت له صلي على محمد يدخلني الحبس ممكن تعيد هذا السؤال لم أسمعك جيدا ممكن تعيد بارك الله فيك وكيل جمهورية عين القرى نعم وكيل الجمهورية ما باله؟ قلت له صلي على محمد يدخلني الحبس يريد أن يدخلك السجن بسبب ماذا؟ قلت له صلي على محمد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ دائما نصلي عليه أنت وحدك وأنا ثاني شهر الحج راح يدخلني السجن يا شيخ ولكن ولكن ما هي الملابسات؟ يعني لماذا حصل هذا؟ يسمى أنا عندي جلسة معه يا شيخ عندك معه مشكل؟ أيوه يعني عندي جلسة حصل معها عندك جلسه وكنت تتحدث في المحكمه ولا ولكيف؟ ايوه وقلت له انت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صلي عليه لوحدك ايوه ثاني ست حبس يا الشيخ راح يدخل الحبس طيب خير ان شاء الله المهم الشيخ ما حكم الشرع في هذا طيب طيب خير ان شاء الله خير ان شاء الله اشكرك جزيل الشكر على هذا الـ على هذه هذا السؤال وان شاء الله نكمل بعضا مما نحن فيه في مساله الدعوه الى الله والاصلاح والارشاد. كذلك هناك من الامور المهمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كما قلت القدوه. اذكر ان امراه تدرس في هذه البلاد في معلمه هي في مدرسه وكان احد الاخوه ياخذ ابنته الى هذه المدرسه وابنته طبعا متحجبه مؤدبه هو قد يعني يربيها يربي ابنته تربيه صالحه، نسال الله عز وجل ان يثبتها ويجازيه خير الجزاء، فكان ياخذ تلك ابنته الى تذهب الى المدرسه وتلك المعلمه التي تدرسها اقول في في مثل هذه البلاد تراقب حركات هذه البنت وتنظر الى تصرفاتها وكيف تعمل ونحو ذلك، في يوم من الايام كان في اجتماع للاباء يأتون إلى هذه المدرسة للنظر في ما عند تقدم أولادهم في الدراسة ونحو ذلك. فلما قدم الأب جاءت تلك المعلمة إلى ذلك الأب وقالت له أنا أريد أن أسألك هل أنت تربي ابنتك بهذه الطريقة التي أراها تتعامل بها؟ قال نعم. قال ومن أين تأتي بهذه المبادئ وهذه الأمور؟ قال هكذا ديننا يأمرنا بذلك. فأعجبت تلك المرأة أيما إعجاب وقالت إنني أتمنى أن تكون ابنتي مثل ابنتك وبدأت تبحث عن الإسلام وتسأل هذا الرجل حتى بإذن الله تعالى أسلمت هذه المرأة انظروا فقط إلى قدوة القدوة أمرها عظيم وكذلك حتى في المجتمعات المسلمة بحمد الله تعالى إذا رأوا الناس شخصا ينهى عن أكل الرشوة ولا يأكلها فإنهم يثقون فيه إذا رأوا رجلا يأمر بالمعروف وهو يلتزم بهذا المعروف فإنهم يثقون فيه وفي كلامه وهكذا لا بد أن تكون الدعوة جزءا بمعنى أننا نتلبس بهذه المعاني التي ندعو إليها الناس وإلا لا يكون لكلامنا تأثير في الناس كذلك على الداعية أن يضحي بما يملك والداعية يضحي بما يملك من وقت وجهد ومال من نفسه أي من ماله ومن جهده ومن وقته ولا أن يطالب الآخرين بأن يفعلوا ذلك لكن إذا انضم إليه الآخرون فيرحب بهم ويجمع وتجمع تلك الناس يجتمعون ويقومون بالنظر ولكن لا بد أن تكون التضحية ابتداء من كل شخص بنفسه لا ان ينتظر ينتظر الشخص الاخرين يقومون هم بذلك فعليه ان يكون هو المضحي اولا فيضحي بماله ووقته وجهده لانه يعلم ان الله سيخلف له ذلك اذا كان انفق وقتا في الدعوه الى الله وفي اصلاح مجتمعه فان الله سيبارك له في وقته وان انفق مالا فان الله سيبارك له في ماله وكل ذلك عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها فاذا يكون متيقنا من ذلك وكما قلت عليه ان يبدا بنفسه ويضحي بما يملك هو لا بما يملك الاخرون. وبهذا يكون ايضا قدوه في التضحيه فيكون الناس مثله باذن الله تعالى فيكون الناس مثله باذن الله تعالى ويكثر الخير ويكثر اهل الاصلاح واهل الدعوه، ناخذ فاصلا ان شاء الله تعالى قصيرا ثم نعود اليكم باذن الله تعالى فانتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اريد قبل ان ابدا في قبل ان اواصل هذا الموضوع وما بقي منه من عناصر ان اجيب عن السؤالين، سؤال الاخ عبد السلام من اسبانيا يسال العلماني هل هو كافر ام لا او هل يكفر من يعتقد بالعلمانية أم لا أولا الحكم على الشيء فرع عن تصوره أي لا بد عندما نريد أن نحكم على الشيء أن نعرف ما هو أولا فما هي العلمانية هناك كلام كثير حول هذا المصطلح لكن الخلاصة أو المشهور أو المتعارف عليه عند الناس أن العلماني هو الذي أو العلماني هو الذي يرى فصل الإسلام عن الحكم بمعنى يقول بأن الدين هو علاقه بين العبد وربه في المسجد فقط ولا علاقه للدين في امور السياسه وفي امور الحكم وفي الاقتصاد وفي العلم وفي امور الحياه الاخرى فانما هو مجرد علاقه بين العبد وربه ولا دخل له في اي امر اخر فنقول ان هذا الكلام غير صحيح لان دين الاسلام هو منهج حياه فكما انه علاقه بين العبد وربه فهو كذلك منهج حياه متكامل فدين الاسلام يحكم على جميع افعال العباد سواء كانت امور تعبديه او كل فعل يصدر من المكلف فالشرع يحكم عليه يقول الله سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، فاذا كل حياه المسلم هي لله سبحانه وتعالى، فالشريعه حاكمه على جميع افعال العباد، سواء كانت في امور العباده او السياسه او الاقتصاد او الـ 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 كل ما يتعلق بشؤون الحياه. هل الع... طيب من يؤمن بهذا ال... بهذا الامر بهذا الفصل ويقول ان الدين فقط نقول اما ان يقوله على علم واما ان يقوله على عدم فهم وادراك فاذا كان يعتقد ذلك على جهل وعدم وضوح ولم تقم عليه البينه والحجه فنقول ان هذا الاعتقاد في حقيقته هو كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكفر هذا الشخص بعينه لانه لم تتحقق شروط كفره، بمعنى ان هناك موانع تمنع الحكم عليه بالكفر، اما لانه كما قلت يجهل ذلك او ان مصالحه يريد ان يغلب مصالحه على مصالح الاخرين ونحو ذلك، فهناك كثير من العوائق تعوق الحكم. و ولا يستطيع الإنسان أن يحكم على الشخص بعينه إذا ارتكب الكفر لوجود شروط لعدم توفر شروط أو لوجود موانع تمنع من ذلك لأن الإنسان حتى لو الذي لا يحكم شرع الله قد يقع في في امر كفري غير هذا من عامه المسلمين قد يق قد يقول قولا او يفعل فعلا وهو يجهل ان هذا الفعل او هذا القول آه يكفر به، فلهذا لا يكفر الانسان الا اذا توفرت شروط معينه وانتفت موانع معينه. ولكن الذي اريد ان انبه عليه وهذا الامر خاص باهل العلم وهو الحكم على الناس بالكفر وعدمهم، هذا ليس لعموم المسلمين لان اهل العلم الكبار الراسخين في العلم الربانيون هم الذين ينظرون في هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع ويطلقون الحكم على الاعيان اذا اقتضت الحاجه لذلك وكانت المصلحه ايضا تقتضي الاعلان بذلك لكن الأمر المهم جدا جدا أيضا هو أننا لما نقول أن هذا الشخص يرتكب الكفر فإن ارتكابه للكفر حتى لو لم يكفر لا بد من تغيير هذا الفعل الذي يقوم به بالإصلاح والدعوة والتغيير بالطرق الشرعية فالحاكم الذي يحكم بغير شرع الله حتى لو اختلف الناس في الحكم عليه بالكفر وعدمه من حيث هل توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع لكن يجب عليهم لا يختلفوا أبدا في تغيير هذا المنكر الذي هو واقع فيه لأنهم يتفقون جميعا على أن هذا العمل منكر وخروج من الدين وكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه إيمان ببعض الإيمان وكفر ببعض الكتاب وكفر ببعضه فهذا الحاكم يؤمن بان الدين يبقى علاقه بين العبد وربه ولكنه لا يرى تطبيقه ويلزم الناس بان يحكموا بغير شرع الله تعالى، يلزمهم الزاما بقوه الحكم وبقوه بالقوه التي يملكها بالنسبه للحكم الذي هو فيه، لكن اقول على المؤمنين جميعا ان يحاولوا تغيير هذا المنكر حتى لو لم يحكموا على ذلك الشخص بالكفر. واللي يبتعد قدر الإمكان أهل الدعوة وأهل التغيير وأهل الإصلاح أن يجتهدوا اجتهادا كبيرا في الابتعاد عن الحكم عن الأعيان وإنما يحكم على الأفعال لأن الأعيان تحتاج إلى شروط كثيرة وتحتاج إلى انتفاء, انتفاء موانع كثيرة أسأل الله عز وجل أن أكون قد بلغت يعني ما أريد أن أقوله ويكون الأخ إن شاء الله قد فهم ما قصدته بالنسبة للأخ عمار يتكلم عن ان اناسا يهضمون حقوق الاخرين، لا شك ان هذا ظلم والظلم عواقبه وخيمه ونصوص الكتاب والسنه في ذلك كثيره مشهوره في ان من يظلم المؤمن باي امر كان فانه معرض للعقوبه في الدنيا والعقوبه في الاخره كذلك، اما ان هذا الرجل الذي هو يقول بانه قد امره بان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل وقال له صلي انت فقط فربما هو كان هذا الرجل لا شك ان هذا كلام لا يصح وغير مقبول تماما شرعا ويخشى على هذا الشخص ان يقول مثل هذا الكلام وهو صل عليه لوحدك لكن نقول ربما نعتذر له بانه كان في حاله غضب ف... فالمرجو من هذا الشخص ان يرسل الى هذا الشخص من يكون قريبا منه صاحبه او زميله او شخصا يعرفه فيطلب منه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى وان يتوب اليه حتى لو قالها في وقت غضب وفي وقت الغضب الانسان قد لا خاصه اذا لم يكن يعلم ما يقول فالإنسان عندما ينغلق ذهنه وربما هذا الرجل أغضبه لكن أما أن يتجرأ فوق ذلك ويتمادى فوق ذلك ليحكم عليه بالسجن فهذا غير مقبول تماما نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويهديه إلى الصراط المستقيم وهذا عمل لا يليق أن يسجنه بسبب هذا الأمر نعم الأخ عبد الرزاق أخ عبد الرزاق، نعم تفضل. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدي؟ بخير، الحمد لله، في نعمة وعافية. حبيت نسقط برك. تفضل مرحبا أخ عبد الرزاق. قالت له يا رسول الله إنها قصيرة. نعم. قالت له يا رسول الله إنها قصيرة، فقال لها لو قلت لقد قلت كلمة أو زت في مياه البحار لكن كذا وكذا. في الحديث. نعم. في الحديث. طيب وما هو سؤالك؟ سؤال كيف يفكر ذلك الشخص الذي هدم ودمر وقتل وجرد امه بحالها؟ نعم. نعم نعم واريد ان اقارنه بين ذلك الشخص الذي ذهب الى بحر الشمال واستخرج منه النفط وانتفع به غيره. وما هو سؤالك الاخ عبد الرزاق؟ سؤال اريد ان اعرف كيف يفكر هذا الشخص هذا الشخص الذي قتل وهدم وقال و و و و و فعل مفهوم السؤال سيدي؟ لا ممكن تعيد بارك الله فيك اريد اريد هناك مصطلح قالت قالت له يا رسول الله انها قصيره انها قتيله انها قصيره قصيره, قصيرة, نعم, قصيرة, قصيرة نعم قصيره نعم قصيره نعم قالت قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت لو بماء البحر يعني لمزجت نعم لتغير طعمه في مفهوم في في الحديث نعم نعم أريد أن أنا أنا بدي حبيت نفهم هذا الشخص الذي دمر وهجر وقتل وهجر البلاد كامله كيف يفكر هذا الشخص؟ طيب خيرا إن شاء الله شكرا لك على سؤالك نعم، لدينا اتصال آخر. الأخ فريد من الجزائر، تفضل أخ فريد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم في علمكم. وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين يا رب وإياكم، بارك الله فيكم. أه يا شيخ هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلح يقول صلح أو كما قال: بلغوا عني ولو آية. هذا صلح. الحديث هل نفهم منه أن الدعوة الدعوة إلى الله ليست متعلقة بالعلماء فقط وإنما على كل مسلم أي أن هل على كل مسلم يجب على على يعني على كل مسلم أن يدعو إلى الله ب يعني بالشيء الذي فتح الله عليه أحسنت يعني مصداقا لهذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل بارك الله فيك أه نعم حتى لا ينتهي وقت الحلقة ولا اجيب عن الأسئلة بالنسبة للأخ عبد الرزاق في الحقيقة أنا لم استوعب السؤال مع أنه كرره عدة مرات ولكن المقصود من كلامه أنه إذا كان امرأة فقط تقول عن أختها عن امرأة أخرى بأنها قصيرة فقال لها لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر لمزجته فما بالك بمن يقتل المعصوم الدماء من المسلمين ويقتل الأطفال والنساء وينهب الأموال ويسرقها ويهتك و و الحرمات ونحو ذلك نقول لا شك أن هذا أمر خطير جدا وعظيم ولهذا لا ينبغي لأهل الإسلام أن يستكينوا لهؤلاء الظلمة ولمثل هؤلاء الحكام الظالمين وعليهم أن يغيروا من واقعهم إلى الأفضل بالتي هي أحسن نعم أحسنت يا أخي عبد الرزاق بالنسبة للأخ فريد نعم، هنا أخ فريد أريد أن أنبه إلى قضية مهمة، نعم، كل إنسان مطالب بتبليغ العلم وبنشره بحسب العلم الذي لديه، وانظر في الحديث نفسه هنا ما يشير إلى ذلك، قال: بلِّغوا عني، بمعنى أن هنا الإنسان يبلِّغ ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه قد يبلغ شيئا وقد لا يكون فقيها جدا ويعلم جدا مقتضى ذلك الكلام الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقصد بذلك ان الانسان اذا لم يستطع الا ان ينقل ما يسمع فليقم بذلك، حتى لو لم يكن مدركا كل الادراك لما ينقله، والحديث يشير الى ذلك، بلغوا عني ولو ايه، بمعنى أنكم حتى لو بلغتم فإنما قد أديتم ما عليكم فما بالك بمن يبلغ وأيضا يبلغ الفهم والمعنى الذي تحمله, تحمله الآيات والأحاديث الشرعية أه نعم لدينا اتصال أخ علام من الجزائر نعم أخ علام تفضل ممكن أه تخفض صوت التلفاز مشكورا يا أخ علام نعم لدينا اتصال اخ علام من اخ علام تفضل اسمعنا ممكن من الهاتف مشكورا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اخي علام ممكن تسمعني شيخ اسمعك جيدا تفضل أريدك أن تسمعني من الهاتف بدل الجهاز. الله ينورك وأنا وأحبك الله يا شيخ. وأنا كذلك أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك. السلام رحمة الله وبركاته وأحبك ما يمكن تسمعني أسمعك جيدا فقط. أن تسمعني من الهاتف بدل الجهاز. عفوا أخ علام، لا يزال أخ علام فقدناه للأسف. ممكن يحاول إن شاء الله مرة أخرى لدينا اتصال آخر الأخ محمد من فرنسا أخ محمد نعم تفضل مرحبا بك آه، مرحبا آه، بين فيك يا أخي على فتوى تفضل آه، واحد خرج مع زوجته إلى آه، إلى الـ... الشريع وانتقد معها وقال لها احرم مرتي ماني خارج معك مره اخرى طيب هو قال لها هذا الكلام قال لها راكي حرام عليا لا ماشي قال لها راكي حرام عليا قال لها حرم مرتي ما نزيد نخرج معك وهي زوجته هي زوجته طيب وهو قال لها يقصد ذلك ولا يقصد انه يعني يردعها انها مره ثانيه لا تتصرف معه تصرفا لا يليق. لا هي رفعت الصوت على ابنها وكانوا قدامها النصارى مع النرفزات النرفاق قال كيما نزيد نخرج معك. نعم نعم. أه جميل انا اقول لك حتى ما ينتهي وقت البرنامج ولا اجيبك، هذا هو سؤالك؟ هذا هو سؤالي بارك نعم. الله فيك. هذا الكلام الذي خرج من هذا الزوج هو طبعا هو نوع من انه يريد ان يؤدبها بهذا نقول لا ينبغي ان الانسان بمعنى يريد ان يعلمها ويخبرها وكان في حاله غضب ان لا تقوم بمثل هذا العمل مره ثانيه اليس كذلك آه هذا هو مقصوده بارك الله نعم فنقول ان هذا الامر على المسلم ان يبتعد كل الابتعاد بقدر الامكان على انه يتعرض لمساله الطلاق وتحريم زوجته ونحو ذلك يحاول قدر الامكان ان يبتعد عن هذه الالفاظ لأن أحيانًا تكون ألفاظ خطيرة وقد تؤدي إلى التفريق بينه وبين زوجته وهو لا يريد ذلك. هذا من حيث المبدأ في هذه المسألة. لكن أقول أن هذا. نعم هو الآن يجوز له أن يخرج مع زوجته إن شاء الله مستقبلا ولكن يكفر كفارة يمين. يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن لم يستطع فليصوم ثلاثة أيام فإذا لم يكن مستطيعا على الإطعام أو على على الكسوة عشرة كسوة عشرة مساكين أو كسوتهم واضح؟ جزاك الله خير ف ولكن لأن هناك العتق والعتق ليس هناك يعني عبيد الآن فلهذا يكون الحكم عنده هو أن يكفر كفارة يمين ولا يعود إلى مثل هذا العمل إن شاء الله لدينا الأخت أم علي من وهران بارك فيك اخي من فضلك نعم تفضل نقدر نسالك سؤال تفضلي مرحبا بك الله أه يحفظك انا الام تاعي كنت نسكن في المدينه والام تاعي توفت من بعد واحد ربع اشهر أه رجعت للقريه فهمتني نعم وكي سافيغ توفات العائله تاعها كيما خوها بني عمها هكا قاعد يقولوا لك باللي نورمالمون كان الام تاعي وكان كيما نقولوا كان كي دفنوها في البلاد مع الاب تاعي ومع مع العائله وكل شيء ودروك راهم دايرين لي حيره في عقلي لا فامي تاعي وخوتي كامل طيب يعني انت الان الوالده رحمها الله توفيت في المدينه لا راه ما توفت في القريه باسكو انا كنت نسكن في المدينه وكي في كنا عاود رحلت ووليت القريه راني كيما نقول كي ماتت دفنتها في البلاصه اللي راني اللي راني عايشة فيها في القريه هي والدتك توفيت في القريه ودفنت في القريه وي طيب والمعترضون الان عليك ماذا يعترضون؟ كيما كيما نقولوا راه واش خبر ما نورمالمون موكو كان كي راه في كي كنتي ساكنه في المدينه مي بوك مات في ديك البلاصه كون دفنتيها ما غاديش تتلاقى معاها مع الاب تاع ايسا كي يتلاقى وفيها مشكله كبيره راه داروا لي مشكله انا ما نقولش ندمت هذا امر الله انا كنت رافده الام تاعي طيب ومين رافدتها؟ كي نعم. رافده الام تاعي دوك وين مو راني عايشه راني دفنتها طيب يعني هم يريدون حرام لان ما فاهمه فهموا من سنتك طيب يعني هم يريدون منك انك تدفني امك في المكان الذي تعيشين فيه الذي هو المدينة لا ما بغاونيش باش انا راني انا كنت نسكن في المدينه كي رجعت للقريه الام تاعي توفت البلاصه دي راني تما دفنتها ما غاديش نعاود نرفدها من المدينه ونعاود كيما كان راه عايش الاب تاعي نعم، للأسف فقدناها، لكن أقول بأن الأصل أن الإنسان المسلم يدفن حيث يموت إذا لم يكن هناك أي داع أو حاجة لنقله كأن يكون مثلا في مكان لا يحترم فيه قبور المسلمين مثلا أو نحو ذلك، لكن الحمد لله